والأستاذ عبد اللطيف بريل. حيث كان لهؤلاء الفضل في بناء اللبنات الأولى للمؤسسة وإرساء دعائمها وتفعيل هياكلها، كما بذلوا الجهد الكثير في الدفع بالمؤسسة نحو الارتقاء والإشعاع في شتى المجالات. ولا يفوتنا هنا أن نهيب بما تميز به الأستاذ بشتنومي من شخصية جمعت بين حنان الأب وصرامة المحارب من أجل الصالح العام. فرغم حداثة تأسيسها أصبحت الكلية متعددة التخصصات بالعرائش ذات الاستقطاب المفتوح، شعلة ورمزا يحتذى به في الانضباط والاجتهاد سواء على مستوى الجهة أو على المستوى الوطني. حيث قام الأستاذ بشتلمومي وتعاون مع نائبيه المحترمين الأستاذ دعنون والأستاذ بغيل بوضع استراتيجية واضحة المعالم تضمن توفير تكوينات ومسالك متنوعة ذات جودة عالية سواء كانت أساسية منها أو مهنية، وذلك تلبية لحاجيات وتطلعات ساكنة العرائش والنواحي. وقد ذهب الأستاذ المني على مد جسور التعاون مع المحيط السوسيو-اقتصادي عن طريق توقيع اتفاقيات وشراكات مع مختلف الفاعلين بالمنطقة. كما كان للسادة نواب العميد كل من موقعه من خلال اللجنتين البيداغوجية والعلمية دور بارز في تطوير العمل الأكاديمي والإداري، ويتجلى ذلك من خلال ما تم تنظيمه من أنشطة وتظاهرات علمية تركت أصداء إيجابية واسعة. ولا يغيب عنا أن ننوه بما تميز به من عطاء وإسداء للنصح للجميع.